السلام عليكم. اليوم مع وصفات موالي جتكم بوصفة الكنافة محشية موتزاريلا بنتها بنة. طريقة سهلة بسيطة والله أحسن من الجاهز. تبعي معي للأخير هكذا باش تكتشفي الطريقة كيفاش حضرناها. أول حاجة نبدأ بها هو لو سيغو، لازم نديره هو الأول باش يبرد. واش نحتاج فيه؟ عندي هنايا طرونش تاع ليمون، كاس نتاع السكر، يعني راح نسبوه بذوق الليمون، وندلو زوج كيسان نتاع الماء، هذا زوج كيسان تاع الماء، ونديرو فوق النار يغلي. طبعاً الحال نخلط هذا السكر، اذا نخليه يغلي، نحسب له فوق النار المده تاع 5 دقائق. كي يبدا يغلي نحسب له 5 دقائق ونطفي عليه. لو سيغو ما يكون ثقيل بزاف ما يكون خفيف، يعني يكون وسط وسط، ونخليه يبرد. من بعد واش ندير؟ هنا عندي الكنافه، شريتها كنافه يعني هذيك السوريه، ونحكمها ونقطعها بالموس هكذا قطع صغيره، يعني رقوها قد ما تقدروا بالتقريب نص سنتيم، يعني كي تكون هكذا راح تجينا ساهله باش نقطعوها. بعد ما قطعتها هي معنا نزيد نفتحها شويه بيدي، فتحوها كامله شوفوا كيفاش تكون رقيقه. بعد هنا واش ندير؟ ندلها حوالي زوج مغارف كبار نتاع سكر غلاس، يعني في هذه الكميه ندير زوج مغارف كبار نتاع سكر غلاس، وندخلها كامل في هذيك الكنافه. اذا بعد واش ندير؟ هنا عندي كميه تاع السمن، انا نحب نديرها بالسمن، خير السمن اللي ما فين تستعملوه يكون بنته بنينه، يعني والا تستعملوا الزبده ما عندهاش، تقدري ديري مارغرين، لكن البنه تختلف تماما. اذا السمن شحال ندير؟ ندير الكميه اللي تشمخ لي، انا المهم عندي هاد الكنافه اللي عندي تشمخ، هذا ما كان تحسي انه كل حبه من الكنافه تشمخت. اذا ندلها السمن ونخلط حتى نحس انه هذيك الكنافه كامل تشمخت بالسمن. بالنسبه للحشو هنا عندي موتزاريلا، نعرف الموتزاريلا يعني ما فيها حتى بنه، ما هي لا مالحه لا حلوه. احسن حاجه اني نسكرفجها، لكن نسكرفجها في الخشين هكذا باش كي تذوب تجينا باينه. اذا نسكرفج الكميه اللي تكفيني باش نحشي. كما تقدري ديري اي مكسرات يكونوا عندك، فقط انا اليوم انا نحبها بالموتزاريلا. اذا نسكرفجها. بعد راح نستعمل انا هاد لي مورام، كاينين في المحلات يجوا ثلاثه مع بعض. اذا واش ندير؟ نحكمها ندهنها بشويه تاع السمن، اصلا الخبزه تاع الكنافه ما تجيش خشينه بزاف، يعني هذا هو السمك نتاع السميوه. اول حاجه ندهنها هكذا بشويه نتاع السمن، من بعد ندير طبقه نتاع الكنافه اللي تكون شويه رقيقه بهذه الطريقه. شوفوا كي نقطعوها رقيقه راح تجينا ساهله في الخدمه. اذا ندير طبقه نضغط عليها شويه هكذا باش ما يجوش هذيك الكنافه تتفتت لنا. اذا ندير طبقه ومن بعد نضغط عليها مليح، ندير الحشو اللي هو الموتزاريلا اللي سكرفشتها كميه في الوسط، ما نخرجوهاش حتى للطرف هكذا باش ما تحرقناش، نديروها في الوسط فقط بهذه الطريقه. من بعد نعاود نغطيها بكميه تاع الكنافه، يعني ولا اسهل. بعد ما غطيت كامل هذاك الفرماج نضغط عليها مليح، لازم هنا تضغطي مليح هكذا باش تجينا كتله واحده بهذه الطريقه كما نلاحظوا. اذا ها هي السنيوه الاولى، نزيد نعمر هذوك زوج سنيوات اللي بقاو لي. بعد ما كملتهم في ثلاثه، على فكره انا درت 250 غرام تاع كنافه. بعد هنا واش ندير؟ ندخلها للفوق. وطاش تدخليها للفوق؟ كي تحبي تستهلكيها، يعني لانها هذه تنتكل سخونه. اذا ندخلها للفوق على 180 190 درجه، تشوفيها تحمرت من التحت، تشعلها من فوق تتحمر، يذوب هذاك الفرماج ونخرجها.
هذا من خرج السنيمه تاع الكنافه راهي سخونه، يعني كي تمسيها هنا في الوسط تلاحظوا تحسي انه طريه. علاش؟ لانه هذاك الفرماج راه دايب في الوسط ومن من الطرف تحسي انها راهي يعني منحيه من المول تاعنا. نخليها تريح شويه فقط، نديرها في طبق التقديم نقلبها. اذا نقلبها راح نديرها فيها الطبسي، يعني خليتها على الاقل هكذاك دقيقه فقط قيس ما تحسيها انه ارتاحت شويه. هي معنا راهي سخونه، لاحظوا كيفاش طابت، طابت ولا اروع. كيما تقدري طيبيها فوق النار. من بعد واش ندير وهي سخونه؟ ندلها الشربات، راهي طيبتها وطفيت عليها. لاحظوا كيفاش تشربها، لازم هاد الكنافه تقدم سخونه. لاحظوا هذاك الجمال، تشهي البنات تشهي. هذيك الموتزاريلا في الوسط راهي ذايبه رائعه. اذا هاهما الخبزات في ثلاثه، ها هي الثالثه فوق الكويزينيير، ونزينها باي مكسرات تكون عندك، والله غير تجي احسن من الجاهزه. اذا نزينها ونقدموها. الوصفه تاع نهار اليوم هي معنا واجده، كنافه محشيه بالموتزاريلا، لاحظوا ثلاث خبيزات ولا اروع. يعني والله في المحلات راهي بزاف غاليه، خبزه هاد الموين صغيره عليها دير 40000 50000، تقدري تحضريها في الدار باقل تكلفه، والبنه ولا اروع. كما سبق وذكرت تستهلك سخونه هاد الكنافه، ما ناكلوهاش بارده، يعني كي تجي حتسر بها باش طيبيها. اذا راح نشوفوا عن قرب كيفاش جاتنا هاد الكنافه، نقسم لكم منها شويه. بسم الله، لاحظوا شوفوا هذاك الفرماج في الوسط، يا سلام. لاحظوا معانا، لاحظوا لاحظوا لاحظوا، شوفوا هذاك الفرماج الداخل دايب، وهذيك الكنافه طريه. نتمنى انكم تجربوا الوصفه، اكيد راح تنال اعجابكم. والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.